حنا غنعذرو راه حيت الماتش الاول على الاقل واحد خمسه الماتشات عاد نحكموا عليه، ما نكونوش حتى حنا قاصين، بغينا من الاول النتائج، غادي نكونوا تنكذبوا على ريوسنا، فهمتي نقول لك؟ اول حاجه كاين انسجام، اللعابه خصهم ينسجموا بعضياتهم وخصهم يفهموا الثقافه، والمدرب حتى هو حيت البارح انا شنو اللي قلقني هي ملي نسدوا عليه، ملي سدت عليه الفتح ما عرفش يحل اللعب، فهمتي؟ انا نتمنى الماتش الجاي تبان لنا وداد اخرى ويكونوا اللعابه تيلعبوا على التوني. متفق معاك يقدر يكون الضغط ديال الجمهور حيت الماتش الاول الوداد راه فرقه كبيره وجمهور كبير، خصنا اللعابه نعطيهم الوقت، راه قلت لك خمسه الماتشات سته عاد غنشوفوا واش كاين، راه ما يمكنش نحكموا على البحري ولا نحكموا على هذا ولا على هذا، حيت الله راه الوداد راه فرقه كبيره، راه باش تهز التوني ديالها راه خصك تكون كاين، راه ثقيله، راه الجمهور اللي كاين وراك راه ماشي شي حاجه سهله. اللي غنقول لهم راه الجمهور ديما معاكم، فهمتي؟ مهما كان وانتم ديروا اللي في الجهد ديالكم وحنا رحنا معاكم. خويا بدا اول حاجه ديما وداد، فهمتي؟ فريق وداد البيضاء هو فريق كبير، فهمتيني؟ او الفرق الاولى في المغرب ومعروف بالمقاومه ديالو، فريق اللي هو محترف، فريق كبير يعني يحتذى به، رغم المعاناه يعني في مقابله الفتح، يعني كانت مقابله صعبه، مقابله تكتيكيه بامتياز من طرف فريق فتح البيضاوي، فتح الرياض البيضاوي. فريق الفتح عرف كيفاش يفوز يعني بالطريقه ديالو، ورغم المدرب عندنا ما عرفش كيفاش يسير المباراه، المباراه كانت في متناول ديال الوداد ولكن ما عرفش كيفاش يسير المباراه. كان يقدر انا في النظر ديالي الراي ديالي الشخصي كودادي حر، كان شنقول لك كان يقدر بريمير ميطا او الشوط الاول شنو يقدر يدير، زعما يقدر يلعب على الدفاع، يعني خاطر يلعب بخطه دفاعيه باش يقدر يتجنب الهجمات المضاده ديال الفتح الرباطي. هو اش دار؟ حل اللعب مع الفتح الرباطي اللي خلى الفتح يسجل اصابه، يعني يكون شد عليهم منافذ يعني يلعب خمسه اللور ويلعب يعمر الميليو ويزيد شي واحد قدام يخلي افا سونتر يعني يدير لهم شويه الخلل في الدفاع. هو لعب خطه محلوله، يعني خلى الفتح يدير ما بغى، دونك كنا ولاحظنا ان شي اللاعبين ما قدروش يصيدوا شي ضربه خطأ، رغم يعني ما كاينش شي واحد يقدر يصيد حتى فوط، يعني ما لعبوا لهم الصراحه، لعبوا مزيان ماشي غنكذبوا، لعبوا كره قدم مزيانه، لعبوا مزيان ولكن ما قدروش يوصلوا للبوطو، يعني ما كاينش شي واحد اللي يقدر يجيب غير فاول يعني فوط ولا شي حاجه ما كاينش. ورغم ذلك المقابله كانت في المستوى زعما صراحه، رغم الخساره يعني تقبل الجمهور الهزيمه، ونتمنى ان شاء الله القادم يكون جيد، وان شاء الله الوداد راه في غدا في الصداره ان شاء الله غتولي مزيان ان شاء الله، ورغم خساره 3 بوان. الهدف الثاني اش نقول لك، يعني كان احباط زعما صراحه، الجمهور كان في احباط، والحمد لله الحمد لله، ونتمنوا ان شاء الله قادم افضل ان شاء الله. والمقابله كانت ذو المستوى، الوداد واخا جابوا الانتدابات ماشي انتدابات مزيانين، وبحال دابا داك اوناجم مسكين ما الباس ما كيعرفش يعطي الباس، كاين دابا جوج لعابه اللي مزيانين، داك الزيري وداك الليبي، وكنتمنى ان شاء الله الوداد تقول الكلمه ديالها. ورمزي الوداد عليه كبيره، الوداد كبيره عليه، وكنتمنوا له التوفيق ان شاء الله في اللقاءات المقبله ان شاء الله. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.